ينضم إلينا من مدينة باري بإيطاليا مفدنا عماد الأطرش. عماد، ما المرتقب اليوم في هذا النهار الختامي؟ وأيضا نلخص معك الأيام الثلاثة الماضية وأبرز ما رشح فيها. نعم كارولينا، اليوم فقط هناك المؤتمر الصحفي لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تترأس بلادها الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع. هذا المؤتمر من المفترض أن يكون عند الثانية بالتوقيت المحلي بعد الظهر، أي الرابعة بتوقيت أبوظبي. تجمل فيه السيدة ميلوني جميع ما اتفق عليه من الزعماء الذين شاركوا في هذه القمة. البيان الختامي يقع في أكثر من 40 صفحة، يتناول عدد كبير وهائل من القضايا، ولكن أبرزها بطبيعة الحال القضايا الملحة، الحرب في غزة. طبعا زعماء وقادة دول مجموعة السبع أيدوا ودعموا مبادرة بايدن، دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلى إدخال المساعدات إلى غزة، إلى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين من قبل حركة حماس في قطاع غزة. اليوم الأول لهذه القمة طبعا المسألة الأوكرانية كانت هي التي تصدرت اهتمام المشاركين، خاصة بعد الدعم الذي قدمته هذه الدول السبع المشاركة في اجتماعات هذه القمة، خاصة على المستوى المادي، تجير فوائد الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية لمصلحة أوكرانيا ودعمها بقرض يصل إلى 50 مليار دولار، الاتفاق الثنائي الذي وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. هناك مسألة الصين، البارحة كانت هناك جلسة خصصت لمناقشة الأخطار الناجمة عن تصرفات الصين كما يقولون هنا، خاصة ليس فقط في المجال بالإضافة أيضا إلى المجال التجاري، إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على الواردات من دول الغربية. إذن هناك عدد كبير من القضايا. الذكاء الاصطناعي كان النجم الأبرز في يوم أمس، خاصة بمشاركة بابا الفاتيكان للمرة الأولى التي يشارك في قمة لمجموعة السبع. إذن عدد كبير من القضايا التي ستعلن عن نتائجها جورجيا ميلوني بعد أو عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، الرابعة بتوقيت أبوظبي. كارولينا، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من باري بإيطاليا مفدنا عماد الأطرش.